بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني السلام عليكم. عنا هدايا موتير، محرك نتاع كرسي كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة. عنا هدايا المحرك هدايا باش نوريكم كيفاش نفحصوه. فما شكون عندنا اخونا من العراق نبعثوا له الفيديو هذايا، الشريط هذايا، وفما شكون يسال على الفران، فما شكون يسال على الشربونات، فما شكون يسال به. عندنا كل محرك نلقاو فيه اربع خيوط، اربع اسلاك. الاربع اسلاك هذوما يلزم يكون فيهم الضوء متواصل، الكهرباء متواصل، معناتها فما كونتينيتي بين يعني نلقاو في المحرك هذا نلقاو الفران، هذا الفران وهذا الموتير. الموتير نلقاو فيه اللي هذا لوندوي كيما الشينيول، كيف الواحد نلقاو كعبتين شربونة منه. هذا الموتير يسمى موتير دي سي، موتير عادي يخدم بزوز خيوط ضوء، يخدم بالموجب والسالب، ضوء كونتيني بليس وموا. من البطارية يخدم ال 24 فولت، يخدم 24 فولت. المحرك هذا نلقاوه لهنا ونلقاو معاه الفران. به الفران هذايا اللي هو الفران نلقاو فيه ديسك من الداخل فريدو. هذاك الفران كيفاش نتستيوه، كيفاش نفحصوه؟ الفران نفحصوه، عنده زوز اسلاك ياخذ 24 فولت باش يحل لنا الموتير باش يولي يمشي، خاطر المريض اللي هو نسمعوه. كيفاش نجمو معناتها نفحصوه؟ يلزم نسمعوا التكتيكه هذه. كي تجي خارجه معناتها الكرسي كي يجي يتحرك نجيو نمشيو بيه نسمعوا تك هذية. وقت اللي نسمعوا هذية يحل الفران، يولي يدور الديسك هذا، يولي يدور. وقت اللي ناقفوا يتقص عليه الكورون ينقطع، يولي تكونس هذاك، معناته يولي يكبش يشد الفران. هذايا الفريناج هذا يلزم يكون فما فيه بوبيناج وفيه شون مانيتيك، حقل مغناطيسي باش يحل. اللي ما عندوش تستير، ما عندوش معناتها ماتريكس يتستي بيها، يجم يحط الخيط يعني البليس ولا ما ويجربوا هكاي، يجرب الفرن هكاي. عندنا هذا قلنا المحرك باش نشوفوه ونقيسوا الخيوط نتاعنا. قبل كل شيء نجبدوا الفيشه الاولى نلقاوها، ناخذوا زوج خيوط الخشان هذوما، الفيشات ديما الاسلاك الخشان هذوما ونشوفوهم. نشوفوا هاك فما كونتينيتي، فما تواصل بين الشربونات، لبس عليهم الشربونات. نشوفوا الفران نفحصوه كيف الفران فيه كونتينيتي، نلقاو فيه فريكونس، نلقاو 35، نلقاو حتى 70. كل موتير شنو هو، كل ماركة، وكيفاش البوبيناج متاع الفريناج، البوبيناج اللي هو في الليمون موجود. باهي هذا لابس عليه، ما عندناش ملتيمتر، قلنا نشوفو الباترين نتستيو بيها ولا أمبولة. باهي نشوفو المحرك نتاعنا لهنا يشتغل ولا لا. شوف الموتير، المحرك ما دارش، هاهو البولي اللي يشد فيها هذيا، يشد فيها العجلة هذيا، هاكا قدح وما دارش. علاش ما دارش؟ خاطر الفران محطوط. باهي المانيبيلاتير اللي هو هذايا يشعل لنا كيف الفران يبدا كوانسي،
الفرايد ده كويس يشعل لنا احمر راهو يشعل. كيف الفرا يبدأ الفرا يبدأ فيه كوبير ما تمشي الناس تشعل لنا زاد تشعل لنا ثلاثة ضربات تشعل لنا معنتها الدياغنوستيك تشعل لنا في وسط التابلو به انتستي والفرا قلنا اوكي نسمعوه اوكي سمعناه الفرا يخدم على روحه وقت اللي يحطوا الفرا ندورو الفرا وندزو الكروسة ولا ندزو الكرسي يمشينا هلا اوكي يدور نحينا الفرا معاش يدور به. كيفاش يخدم المحرك ياخذ 24 فولت ل 24 فولت ياخذهم للموتير وياخذهم للمحرك اوكي كيفاش يخدم ما يدور لنا اوكي يدور به معناتها تو السيد هذايا يمشي يفحص